محاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس اداره الشركه القابضه للصناعات الكيماويه. يا فندم، ايه اخر تطورات ملف سداد مديونيه بنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعه؟ هو طبعا بالنسبه لبنك الاستثمار القومي في مفاوضات بقى لها فتره طويله علشان تسويه المديونيات وتسويه كل التشابكات اللي ما بين الشركات القابضه والشركات التابعه. احنا بالنسبه لنا المديونيه بتاعتنا بتنقسم الى 3 اقسام، قسم متعلق بالشركه القابضه للصناعات الكيماويه عن مديونيه بنك اسكندريه القديمه وكده، ودي مفيش خلاف عليها ومتفقين على المبلغ وما عندناش اختلاف عليه. عندنا جزئين تانيين متعلقين بشركه نيازه وشركه النصر للملاحات، وهم دول اللي جاري التفاوض عليهم، لان طبعا نتيجه ان دي ديون قديمه جدا تراكمت الفوائد عليها فوصلت الى اضعاف اضعاف اصل المبلغ، كبيره جدا، وهي دي اللي احنا جاري التفاوض عليها. كان كام يا فندم وبلغت كام حاليا؟ يعني مثلا اللي هو الدين بتاع شركه نيازه كان بدايته حوالي 10 مليون جنيه، ووصل دلوقتي اعتقد في دفاتر البنك الى 100 مليون جنيه، يعني 10 اضعاف. في خلال كام سنه ده؟ يعني اكتر من 10 سنوات. تمام. طبعا هي ديون قديمه وكده، فيعني نصر الملاحات، بالنسبه للنصر الملاحات الدين الاصلي كان حوالي 110 مليون جنيه، وصل دلوقتي ما يزيد على 3.5 مليار جنيه في دفاتر بنك الاستثمار القومي. طبعا هم بنك الاستثمار القومي عنده ما يبرره، لان دي مبالغ بقى لها فترات طويله جدا، وان دي مقابل ودائع عملاء وحسابات التامينات وفلوس مودعين، يعني هو عنده ما يبرره بالنسبه للحساب. واحنا برضو عندنا ما يعني ما يبرر المنطق بتاعنا، ان دي دين ادفعه 35 ضعف، فيعني لابد ان احنا نصل الى تفاهم ونسوي هذه المديونيات، لان وجودها واستمرارها خساره لجميع الاطراف. تتوقع يا فندم امتى تتوصل لاتفاق في هذا الشان؟ يعني انا اعتقد ان سنه 2020 هتبقى سنه حاسمه في فض التشابكات ما بين الجهات الرسميه، سواء كانت شركات القابضه او بنك الاستثمار القومي او وزاره الماليه او الغاز او الكهرباء. يعني الدوله دلوقتي حريصه على انها تفض هذه التشابكات، واعتقد ان التدخل من اعلى مستوى هيسمح بحل هذه التشابكات بطريقه عادله، لان هي العمليه تجيب واحد. انا النهارده اغلب هذه الجهات مملوكه للدوله، فانا النهارده يعني حلها فايده للجميع.